بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على رسوله محمد المصطفى وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين احبتي المشاهدين الكرام احييكم اينما كنتم والسلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ضياء الصالحين ولا زال موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن ذنب الغناء وتحدثنا في الحلقة الماضية لا بأس في أن نذكر في عناوين الحلقة الماضية تحدثنا عن تعريف الغناء وتحدثنا عن الروايات والآيات الواردة في نهي وفي حرمة هذا الذنب العظيم وأيضا تحدثنا عن كيفية نشأة الغناء وتحدثنا عن آثار الغناء وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنكمل البحث مع ضيف البرنامج الدائم سماحة الشيخ حسين النصراوي نرحب بكم من جديد سماحة الشيخ والسلام عليكم الله عليكم السلام وأهلا وسهلا بكم نعم بداية سماحة الشيخ عرف عرف عرفنا في الحلقة الماضية وكما تحدثنا في البحث الماضي أن الغناء حرام نعم. فهل الاستماع على الغناء أيضا يدخل في الحرام أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد اللهم وعلى صلى عليه الطيبين الطاهرين صلاة الله عليه وسلم نعم, نعم. نعم. كما يحرم أداء الغناء كذلك يحرم الاستماع إلى الغناء نعم. وأيضا الروايات قد جاءت بكثرة في هذا المجال في هذا أيضا هناك نعم روايات نعم كثيرة مثلا نماذج عن النبي صلى الله عليه وآله من استمع إلى اللهو من استمع مهو هو غنى من استمع الى اللهو يذاب في اذنه الانك يعني الرصاص نعوذ بالله لا يعني هاي لا وسيله الله عذاب الله لهذا, لهذا الانسان في روايه عن الامام ابي جعفر الباقر صلوات الله, الله وسلامه عليه, عليه يقول نعم من اصغى الى ناطق فقد عبده يا سبحان الله أنت الآن حينما تسمع الآن مثلا أنت تسمع لهذا البرنامج انت تستمع إلى محاضرة دينية تستمع إلى محاضرة تستمع إلى موعظة أنت في الحقيقة متوجه إلى هذا الإنسان أنت يعني في الواقع مثل الإنسان العابد المتعبد بهذا الكلام الذي يقال المجالس نعم أنت متعبد بما يقال يقول من أصغى إلى ناطق فقد عبده, عبده فان كان الناطق يؤدي عن الله فقد عبد الله وان نعم. كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان بالله. سؤال نعم. هذا اللي يغني يؤدي عن الله ام عن الشيطان كما ذكرنا في الحلقه عن الشيطان نعم لا يستطيع احد يقول انه يؤدي لا عن الله تعالى هذا المفهوم نعم لا يستطيع احد ان يقول انه يؤدي عن الله تعالى طيب نعم في روايتين عن الريان بن الصلت أحد أصحاب الإمام الرضا سلام الله, سلام عليكم. الله عليه يقول سألت الرضا عليه السلام يوما بخراسان فقلت يا سيدي إن هشام ابن إبراهيم العباسي حكى عنك أنك رخصت في الغناء نعم إن هشام ابن إبراهيم العباسي حكى عنك أنك رخصت له في استماع الغناء يعني اعطاه رخصة في هذا المجال يعني اعطاه رخصة انه يروح يستمع على راحتك، ما في مشكلة لا. هذا يسأل الإمام الرضا عليه السلام سلام يقول الله يقول له صحيح أنت أعطيت إجازة في الاستماع للأغاني؟ طبعاً هنا ملاحظة هذا هشام بن إبراهيم العباسي بنو العباس لا. اشتهروا بهذه القضايا يعني قضايا الطرب والغناء مجالس اللهوي والغناء أي. وكان في عندهم أشخاص منهم أيضا مغنون كان عندهم أشخاص منهم كانوا مغنين مشهورين يعني مم. مثلا إبراهيم ابن المهدي ابن المهدي العباسي أخو هارون عم المأمون أيضا كان من المغنين هذا كان مغني مشهور وكان عوادا كان يعزف على العود. نعم كان نعم. يعزف على العود. وأخته عليا، عليا بنت المهدي أخت م. هارون كانت عوادة مشهورة أيضاً عازفة عود من الطراز الرفيع مشهورة في التاريخ. ولهذا أبو فراس الحمداني رحمه الله الشاعر الشيعي الكبير حينما نعم. يقارن بين بني العباس وبين بني علي عليه السلام يشير إلى هذه القضية. يقول في, نعم. في شعري يقول اين انتم من بني علي؟ انتم تقارنون انفسكم ببني علي؟ يقول اتفخرون عليهم لا ابا لكم حتى كان رسول الله جدكم وما توازن يوما بينكم شرف ولا تساوت لكم في موطن قدموا انتم وين اولئك وين؟ انتم توازنون انفسكم فرق بين الثرى والثريا نعم آه محل الشاهد نعم. يقول وما توازن يوما بينكم شرف ولا تساوت لكم في موطن قدم يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دم تنشى التلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم يا سبحان الله أذولاك في الليل يتهجدون بالأسحار وأنتم في مجالس الطرب والغناء لاحظ يقول تنشى التلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم هنا محل الشاهد يقول منكم علية هاي علية اللي ذكرته هذا على منكم علية أم منهم وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم لا طيب. إلى أن يقول ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم فهذا الريان بن الصلت صاحب الامام الرضا عليه السلام يسال عليه الامام يقول له انه انت فعلا رخصت لهذا العباس ان يستمع الغناء يعني هذا يدعي انه انت سمحت له فقال الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه, عليه كذب الزنديق كيف انا اسمح باستماع الغناء كيف يعقل ذلك يعني ماذا تفهم يعني الغناء حرام لا يمكن أن يسمح به نعم. الإمام يقول كذب الزنديق تقول على الإمام إيه نعم. نعم. كيف أجيز له ذلك كذب الزنديق إنما سألني عن ذلك سألني عن الغناء عن الاستماع إليه فقلت إن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام عن ذلك الله عليه فقال أبو جعفر يعني الباقر عليه السلام إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء قال مع الباطل قال أبو جعفر عليه السلام قد قضيت فهذا اللي حصل نعم أن هذا العباسي يوم اللي سأل الإمام الرضا عليه السلام أنه سلام الله يجوز الله. استماع الغناء او لا، الامام قال له بان واحد اجى الى ابي جعفر عليه السلام ساله عن الغناء، فالامام قال له اذا ميز الله بين الحق والباطل مع من يكون الغناء؟ لا تقال مع الباطل،, الباطل. قال نعم. قد قضيت. وروايات عديده تؤكد موضوع حرمه الاستماع الى الغناء وتبين يعني العقاب نعم. الاليم الذي يترتب على على ذلك. نعم نعم نتحدث سمعت الشيخ في مسألة ما ما يعرف عنه في العراق اليوم الأبوذية نعم يعني يطرح هناك يطرح في هذا يطرح هذا الأبوذية يطرح على شكل غناء مم. محزن وشجي هل هذا أيضا يدخل في في الغناء أحسنتم قد يكون يصحبه هنا آلات موسيقية وقد لا يكون يصحبه آلات صعبة. موسيقية نعم هذا في الحقيقة سؤال يعني كثير من الناس يسأل عنه نعم يقولون انه نحن يعني مثلا نستمع الى غناء ليس هذا الغناء اللي يثير الغرائز ولا يؤدي الى الطرب وانما هذا الى الاحزان نعم يفضي الى الاحزان أحسنتم الى ولا تذكر يجعل المصائب ولا الانسان يفرح ويسار لا وانما غناء حزين نعم هو الطرب الطرب ليس بالضروره ان يسبب حاله الفرح الطرب قد يسبب الفرح وقد يسبب الحزن يعني هنا كلمه طرب لا كلمه طرب مختص. اختصاص الفرح لا, لا 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 اختصاص لها بالفرح ايضا تشمل الحزن نعم يعني نعم نعم اقول هؤلاء يعني في الحقيقه عليهم ان يدركوا انه المساله ما لها علاقه بانه هذا لحن حزين او لحن مفرح مثلا نعم لا وانما المساله مرتبطه بالصدق العرفي عرفا لما واحد يسمع هذه الأغنية اللي غناها فلان من الناس الأغنية الحزينة الأغنية التي تجعل الإنسان يتألم تجعل الإنسان أو التي تربط في ذكريات قديمة في ذكريات مؤلمة أحسنت نعم. يتذكر قضايا مؤلمة حينما العرف يسمع يقول بأن هذا غناء أم لا إذا العرف قال هذا غناء فيشمله حكم الغناء يعني ما له علاقة انه حزين او فرح، ما له علاقة انه والله مثلا البعض يقول بانه إيه هذا والله يتكلم عن مفاهيم سامية نعم مضامين جيدة، اخي المضامين ما لها علاقة. المسألة ان هاي قلنا هي هذه هاي الكيفية اللي يؤدي بها او هذا الكل ها هذا الشيء الذي يقوله الان الذي الذي يؤديه نعم. العرف حينما يسمعه نعم. يراه مما ينسجم مع مجالس الطرب أو لا إذا العرف رآه مما ينسجم مع مجالس الطرب فهو غناء ويشمله حكم الغناء نعم. فما لا علاقة موضوع الحزن والفرح وما إلى ذلك نعم, نعم. آه عرفنا سماحة الشيخ ما تفضلتم للحرمة بحرمة الغناء والاستماع أيضا للغناء ماذا بالنسبة للآلات الموسيقية الموسيقى نعم. نعم بالنسبة إلى الآلات الموسيقية الآلات الموسيقية يحرم والاستماع لها نعم. نعم الالات الموسيقيه يحرم استعمالها وكذلك يحرم الاستماع اليها، الان سنفصل في مساله الاستماع بعد قليل، لكن بشكل عام نعم الات الموسيقيه حرام ان تستخدم نعم. وحرام ان ايضا يستمع اليها، سائر الالات الموسيقيه يعني اي اي الة يصدق عليها انها موسيقية فلا يجوز استعمالها مثلا العود الكمان القيثارة نعم آه الطبل المعروف مثلا آه ولنفرض آه هذه الالات الناي آه آه مثلا الكمان هذه الالات الموسيقيه الدارجه اليوم معروفه اللي نعم. تستخدم نعم. هذه كلها محرمه وايضا الروايات جاءت تؤكد هذه الحرمه بشكل واضح عن النبي صلى الله عليه واله صلى الله عليه واله ان الله بعثني رحمه للعالمين ولامحق المعازف والمزامير الله بعثني حتى اقضي على هذه الامور مزامير الشيطان هذه والعياذ بالله حبائل الشيطان هذه فهي محرمه ولا يجوز اصلا لا يجوز اصلا استخدامها وكذلك لا يجوز الاستماع, الاستماع اليها وهناك تفصيل سنذكره بعد نعم نتحدث عن حكم الطبل ما هو حكم الطبل سماحه الشيخ نعم الطبل الان ايضا يدخل في مجال الالات الموسيقيه الطبل هناك عندنا طبلان نعم. لاحظوا جيدا عندنا طبل هو من الات اللهو من الالات الموسيقيه يسمى الطبل اللهوي وقيل ان هذا الطبل اللهوي هو ما يعرف في بلاد الشام باسم الدربكه نعم هذا هو الطبل اللهوي وله اسم في العراق ما يهمنا نعم هذا الطبل اللهوي النوع الثاني طبل غير لهوي مثل الطبل اللي يستخدم في الحرب أو مثلا هاي الطبول اللي تستخدم في عزاء الإمام الحسين عليه السلام سلام الله عليه نعم هذا النوع من الطبل الذي ليس هو آلة لهوية ليس هو آلة موسيقية فهذا لا إشكال فيه الطبل اللهوي هو المحرم نعم نكمل الحديث بعد الفاصل سماحة الشيخ إن شيء. شاء الله أحبتي المشاهدين نتواصل بعد الفاصل إن شاء الله مشاهدينا الكرام اهلا بكم من جديد في برنامج ضياء الصالحين ولا زال الحديث في ذنب الغناء والحديث متواصل مع ضيف البرنامج سماحه الشيخ حسين النصراوي نرحب بكم من جديد سماحه الشيخ واهلا وسهلا ومرحبا واهلا الله الله وسهلا نعم ما هو حكم الالات المستخدمه في العزاء الحسيني نعم هذا السؤال حقيقه يطرح كثيرا يعني نعم البعض يعني قد يتصور بانه هذه الالات محل اشكال فيسال انه ما هو حكم هذه الالات حقيقه هذه الالات نحن اشرنا قبل قليل الى واحده منها وهي الطبل الطبل هي نعم. عموما الالات اللي تستخدم في العزاء هي ثلاث ثلاث الات نعم الطبل والبوق والصنج تمام اللي يصفق فيه. آه نعم. هذا اللي يضرب به هذا نضرب نعم. فيه نعم فالطبل قلنا بانه الطبل اللهوي هو المحرم طبل غير اللهوي لا إشكال نعم. في استخدامه ومنه هذا الطبل اللي في عزاء الامام الحسين عليه السلام كذلك البوق البوق لاحظوا البوق غير الناي شوف في عندنا آلة لهوية اسمها الناي هذا الناي يختلف نعم. عن البوق شكلا يختلف الناي فيه إلى آه ثقوب إذا شايفين نعم. البوق شكله مختلف والصوت اللي يصدر عنه مختلف نعم تمام البوق آلة نفخية يعني ينفخ فيه كبر فالبوق آه اللي يستخدم في العزاء أيضا لا إشكال فيه وكذلك هذا الصنج اللي هو أشبه بآلات اللي تستخدم في الحرب مم. فهذه الآلات مستثنات آآ آآ هي أساساً لا نستطيع أن نقول مستثنات لأنه يعني ليست آلات لهوية مم. الآلات اللهوية حرام هذه مستثنات أقصد أنها مستثنات بمعنى أن لها حكماً آخر هذه الآلات هي جائزة لأنها أساساً غير داخلة في آلات الله ليست آلات موسيقية يعني. نعم. هل الاستماع على الآلات الموسيقية حرام حتى لو كان الصوت الذي يخرج منها لا يناسب أهل أهل الفسوق؟ نعم. يعني هنالك أصوات تخرج منها لا تناسب أهل الفسوق هل هذا أيضاً يعد حرام؟ أحسنتم هذا سؤال حقيقة في غاية الأهمية. نعم. أنه يقولون بأنه الصوت اللي يصدر عن هذه الالات الموسيقيه اه ليس دائما هو صوت مناسب لمجالس اه الفسوق والطرب لا احيانا اه يكون صوت من طبيعه اخرى مثلا ولنفرض الموسيقى اه المهدئه للاعصاب يستخدمونها في المستشفيات في, اه في مثلا في, في العيادات اه العسكريه نعم مثلا مثلا ما يعبر عنه اليوم بالموسيقى التصويريه هاي اللي مع الشاره شاره المسلسل نعم او الفيلم السينمائي الفيلم نعم او موسيقى الاخبار او ما شابه ذلك نعم اه لاحظوا جيدا قلنا التفتوا دققوا جيدا استعمال هذه الالات الالات اللهويه الموسيقيه حرام هذا انتهينا منه نعم لا اشكال في ذلك الاستعمال العزف حرام الاستماع الاستماع تارة يكون الصوت اللي يصدر صوت لهوي نعم. صوت ملائم لمجالس اللهو وتارة يكون صوت غير لهوي هذا اللي قلنا الموسيقى العسكرية والمهدئة تصويرية وما شاء الله أما الصوت اللهوي الصادر عن هذه الأهات فأكيد لا إشكال أنه حرام الاستماع إليه منه وأما الصوت غير اللهوي الصادر عن هذه الآلات اللي هو هذا سؤالكم no. هذه الأنواع من الموسيقى اللي ذكرناها من تصويرية وعسكرية ومهدئة وما إلى ذلك فهذا فيه خلاف بين الفقهاء فبعض الفقهاء أجازوا الاستماع إليها no. بحكم أنه هذه أصوات مو لهوية مو مناسبة لمن جاز نعم والبعض الآخر قالوا لا مولانا حتى لو لم تكن لهوية يحرم الاستماع إليها لأنها صادرة من هذه الآلات الموسيقية المحرمة نعم فيحرم مطلقة سواء كان صوت لهوي أو غير لهوي فإذا المسألة محل خلاف فكل واحد يرجع إلى المجتهد الذي يقلده نعم. ]ه. ما هذا فيما يخص هذا الاستماع لهذه الموسيقى الموسيقية الكلاسيكية سمعت شيخ بحد ذاتها دا الاستماع لها حرام قلت بانه ينطبق ايضا يدخل في الموسيقى الكلاسيكيه نعم أيضاً. الموسيقى الكلاسيكيه ينطبق عليه هذا القانون انه هي داخله في الصوت غير اللهوي وبناء عليه ف محل اختلاف نعم بين الفقهاء الى نعم. الفقيه الذي يقلده ان كان يحل الاستماع الى الصوت الصادر غير اللهوي فلا نعم. اشكال نعم هنالك من البعض من الذين لا يستمعون للغناء ولكن لو اتتهم هذه الفرصه، فرصه ان يسمعوا الاغنيه لا يفوتون آه هذه الفرصه، مثلا نعم. عندما يذهب الى سوبر ماركت محل نعم ليشتري منه يسمع اغنيه يتوقف ويطيل صحيح. في البقال ليستمع الى هذه الاغنيه او كان يكون يصعد في سياره اجره او في محل فما حكم هؤلاء سماحه الشيخ؟ في هناك روايه عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذا المجال. نعم. يعني خلاصه السؤال انه لا يفوت نعم من الاحتيال يعني نعم. يعني انه يريد انه يلتف على الموضوع يقول انا لم اذهب الى المحل استمع انا واقف اشتري اتبضع وفعلاً هو هكذا قصد ولكن ياتي فهو يستغل يستمع نعم. نفس هذه القضيه نعم. يسال عنها الامام الصادق سلام, سلام الله عليه الله. في نعم. روايه لطيفه نعم. واحد يقول للإمام جعلت فداك إن لي جيرانا ولهم جوار مغنيات يتغنين ويضربن بالعود فلربما دخلت الخلاء يعني عندي جيران يعقدون مجالس الطرب والغناء وأنا بيتي ملاصق بعد لهم أدخل إلى الخلاء يبدو لا تكون بيت الخلاء, يكون اقرب, أقرب يعني الى إيه للغناء احسنتم نعم الى الجار فيقول يوم ادخل بعد يصل الصوت بقوه يعني يكون واضح مم يقول ان لي جيران لهم جوانب مغنيات يتغنين ويضربن بالعود فلربما دخلت الخلاء فاطيل الجلوس استماعا مني نعم لهن هاي المساله فما هو رايكم؟ قال عليه السلام لا تفعل قال الرجل والله ما هو شيء اتيه برجل مثل هذا صاحب المحل فرض عليه هذا الشيء نعم. يقول لا انا يعني مو قصدي اصلا انا شلون هذا رايح يتبضع يشتري من المحل؟ انا ما رايح اسمع غير المسألة مفروضة هنا عليه نعم. يعني يعني انا موجود هنا وهذا يعني شيء موجود نعم لكن انت تطيل البقاء وانت تصغي هنا الكلام فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالله أنت ما سمعت قول الله تبارك وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أنت ما سمعت الآية أنت مسؤول عن سمعك ماذا تسمع ماذا تدخل من خلال هذه الجارحة فالرجل قال: كاني لم اسمع بهذه الايه واني استغفر الله. فقال عليه السلام: اذهب فاغتسل، لاحظ هذا كان ذنب. اذهب فاغتسل وصلي ما بدا لك فلقد كنت مقيما على امر عظيم، ما كان اسوأ حالك لو كنت مت على هذا. الانسان بالنتيجه هذا حينما يطلع يقع في هكذا ويتعمد أن يستمع له حينما يقع في هكذا موقف مثلا هو في السوق نعم اه أولاً عليه هذا الشيء اه فرض عليه أولا عليه أن يأخذ حاجته ويمشي مو يطيل البقاء نعم وإن كان في السيارة اه نعم وإن كان في السيارة مثلا بمقدار الضرورة وينزل بعد مكان اللي يريد يروح فمو يطيل البقاء من أجل الغناء ثانيا في فترة بقائه لا يستمع يعني لا يصغي يسمع هناك فرق بين السماع والاستماع. نعم. السماع يعني انه واحد جالس ولكن غير مركز يعني مو ملتفت للموضوع. اما الاستماع يعني التركيز. التمعن والتركيز يعني في الغناء نعم. يعني الاصغاء نعم. يعني الالتفاف مما يشده نعم. الى هو الطرب ايضا. نعم. احسنت، فهنا الكلام بانه اولا انت انت مذنب وملام. اولا انت ليش تطيل البقاء ليش تطيل البقاء؟ انت نعم الان عندك شغله وامشي نعم. انت ببيت الخلاء ذاك الشخص بيت الخلاء خلاص بمقدار حاجتك واطلع ليش تطيل ثانيا انت نعم مثلا مجبور مثل ما تفضلت فرض, فرض عليك فرض عليك ماذا فرض عليك نعم. ان تسمع مو ان تستمع <applause> لاحظ المساله يعني يعني انت الان موجود هنا خو ما مشكله انا يعني شو اسوي هذا بدي اريد اروح اذهب نعم. الى بيت الخلاء خو ما يخالف لكن ليش تصغي ليش تنشد؟ ليش تتابع؟ فلهذا في مثل هذه المواقف الانسان نعم لا باس انه يسمع باعتبار انه هو يسمع ولا يستمع نعم يقوم نعم. بامر من ضروريات الحياه يعني يتبضع وما شابه ذلك ولكن لا يستمع نعم هل اهل السنه يوافقون الشيعه في حرمه الغناء سمعت الشيخ؟ نعم ما ادري كم عندنا من الوقت يعني ولكن احنا نعم بسرعه بسرعه راح نعم نختصر في ثلاث يبدو دقائق يبدو نعم, نعم يبدو نعم يبقى الكثير بالنسبه الى اهل السنه حقيقه اصل الغناء كما صرح به كثير منهم اصل الغناء ليس محرما عندهم اصل الغناء وانما الحرام عندهم هو المحرمات اللي ترافق الغناء يعني الموسيقى القول الباطل اختلاط الرجال مع النساء وما الى ذلك هاي الامور اللي اشرنا لها في الحلقه نعم. الماضيه مثلا فاصل الغناء ليس محرم عندهم اصل الغناء ليس محرما على ما هم صرحوا به يعني هكذا نعم نعم الالات الموسيقيه حرام عندهم التفتوا نحن عندنا غناء وآلات موسيقيه لا يصير خلط بالموضوع نعم الالات الموسيقيه يوافقوننا في الجمله يعني طبعا وان كان عندهم خلاف في بعض التفاصيل. نعم. ولكن في الجمله الالات الموسيقيه عندهم حرام مثل ما عندنا نعم اما الغناء فاصل الغناء مو حرام عندهم وإنما العوارض المحرمة اللي تأتي والتي تصحب الغناء وهذا نعم. ما صرحوا به راجعوا كتاب الفقه على المذاهب الأربعة نعم. راجعوا ما قاله النووي خلي أقرأ ما قاله النووي النووي من كبار العلماء نعم. آه النووي اللي شرح صحيح مسلم يقول النووي يكره الغناء شوف يكره يعني مو حرام هاي عبارة النووي يكره الغناء وسماعه من غير آلة مطربة لما روي أو لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه وسلم. الغناء ينبت النفاق في القلب يعني الغناء مسألة مكروهة مو حرام ليس حرام في هذا الموضوع إيه. نعم. ينبت النفاق في القلب يقول ولا يحرم ليش ولا يحرم يقول لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله لاحظ هنا الإشكال اللي أنا أريد أن أطرحه يقول النووي لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله مر بجارية لحسان بن ثابت وهي تقول هل علي ويحكما إلا هوت من حرجي يعني كانت تغني نعم يقول النبي مر بجارية حسان تقول هل علي ويحكما إلا هوت من حرجي فقال النبي لا حرج إن شاء الله ما في مشكلة طيب وروت أم المؤمنين عائشة يتابع النووي وروت ام المؤمنين عائشه كان عندي جاريتان تغنيان فدخل ابو بكر فقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه واله لا لا الله فقال رسول الله دعهما دعهما فانها ايام عيد يعني الرسول قال ما في مشكله ولو تغنيان يا ابا بكر دعهما فانها ايام عيد يقول النووي فان غنى لنفسه او سمع غناء جاريته ولم يكثر لم ترد شهادته يعني لا يعتبر فاسقا لا تسقط عدالته عادي لان عمر آه لان عمر كان اذا دخل في داره يرنم بالبيت والبيتين يترنم يدندن فيما بينه وبين نفسه واستؤذن عليه لعبد الرحمن بن عوف وهو يترنم بن عوف دخل على عمر وهو يترنم فقال عمر: أسمعتني؟ يسأل عبد الرحمن، قال: نعم. قال عمر: إنا إذا خلونا، يعني يريد يبرر أنه ليش أنا كنت أترنم؟ قال: إنا إذا خلونا في منازلنا نقول كما يقول الناس. نترنم. نترنم عادي. فالنووي يستدل بهذه الروايات اللي نقلها. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بأنه آه الغناء إذا مو حرام وإنما هو شيء مكروه. مكروه ولكن نعم. يا مولانا. عندهم روايات كثيرة تدل على حرمة الغناء في مقابل هذا اللي نقله هو عندهم مم. روايات تدل على حرمة الغناء، انا ما عندي مجال اذكر فقط مثلا في تفسير هاي الآية اللي ذكرناها ومن الناس من يشتري لهو الحديث جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين هم رووا عنهم مم. انهم فسروها بالغناء يعني مو فقط رواياتنا نقلوا عن جماعه من الصحابه والتابعين ان المراد من لهو الحديث هو الغناء. مثلا نقلوا عن ابن مسعود، جابر، ابن عباس، ابن عمر، عكرمه، سعيد بن جبير، مجاهد، مكحول، ميمون، قتاده الى اخره. لهو الحديث يعني الغناء، هذا واحد. بعد في قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. الايه اللي ذكرناها. نقل ابن الكثير في تفسير الطبري في, في أيضا تفسيري أيضا تفسير في تفسيره الشيطان أنه المراد نعم هو الغنى الغنى نعم جيد رواية نقلها الشوكاني في نيل الاوطار نعم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله رجلا الله يتغنى الله يقول سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يتغنى فقال لا صلاة له لا صلاة له لا صلاة له وهذا ما يؤكد حرمه الغناء هاي روايه ايضا واضح نعم بعد عن ابي هريره عنه صلى الله عليه واله استماع الملاهي <applause> معصيه هذا بعض صريح الملاهي رواية. والغناء ايضا كما احسن استماع الملاهي معصيه والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر الملاهي تشمل الموسيقى وتشمل الغناء نعم غناء له بعد له الحديث تمام روايه عن صفوان بن اميه في كتاب السيره الحلبيه يقول كنا عند النبي صلى الله عليه واله اذ جاء عمر بن قره شخص قال يا رسول الله ان الله كتب علي شقوه فلا انال الرزق الا من دفي بكفي يعني ايضا رزق على يعني العزف على سجع ايضا النبي صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله أنا أعترف أنا شقي لا أنال الرزق إلا من دفي بكفي هاي في كتاب السيرة الحلبية الرواية فأذن لي في الغناء هذا رزقي أنا اسمح لي فأذن لي في الغناء من غير فاحشة يعني لا أقول كلام باطل ها محرم قال صلى الله عليه, صلى الله عليه وآله, وآله لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة كذبت أي عدو الله تقول رزقي على الغناء كذبت أي عدو الله لقد رزقك الله طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله أما إنك لو قلت بعد هذه المقالة لضربتك ضربا وجيعا هذه الرواية صريحة أيضا في حرمة الغناء, الغناء. فإذا عندهم روايات يستفاد منها حرمة الغناء ولكن لماذا اختاروا القول بعدم حرمة الغناء في نفسه لماذا ظاهرا لتبرير بعض ما كان يصدر عن الصحابة نعم عن بعض الصحابة يبدو هذا الذي كانوا يترنمون في هذا آه في إلا وإلا الغناء نعم هذه روايات واضحة نعم في أنه حرام نعم نكتفي بقدر هذا القدر من الروايات في أقل من دقيقة سمعت شيخ ورد في القرآن الكريم أنه في الجنة هنالك أنهار من الخمر فهل هنالك غناء أيضا في أقل من دقيقة سمعت نعم هناك رواية وردت نعم عن الإمام الصادق سلام, سلام الله عليه تشير إلى ذلك أنه هناك في الجنة غناء ولكن كما هو الخمر يعني قد واحد يسأل يقول كيف في الجنة هناك خمر نعم. الجواب ليس من جنس خمر الدنيا نعم اسمه خمر ولكن خمر الدنيا نجس خمر الدنيا يذهب بعقل الإنسان نعم. هذاك طهر مطهر الجنة وما فيها طهر مطهر نعم, نعم. نعم. فنفس الشيء الغناء هو شيء آخر من النعم اللي الله تعالى ينعم بها يعني على أهل الجنة في الرواية تقول أن هناك غناء في الجنة ولكن لمن هو اسمعوا يا أيها المؤمنون. لا. هذا الغناء اللي في الجنة اللي هو نعمة إلهية تعطى لمن ترك الغناء في الدنيا هذا اللي يعوض, يعوض فيه يعوض مثل نعم. ما انهار الخمر تعطى لمن ترك الخمر في الدنيا الروايه نعم. تقول قلت في الجنه غناء قال ان في الجنه شجرا يأمر الله رياحها فتهب فتضرب تلك الشجره باصوات لم يسمع الخلائق بمثلها حسنا الان انت تسميه غناء او ما تسميه المهم هو نعمه هناك في الجنه ليست كغناء الدنيا وكلما كانت الجنة نعم. كما ذكرتم طاهر, طاهر ومطهر طاهر فقال نعم. نعم, تضرب بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها هذا عوض لمن ترك السماع في الدنيا من مخافة الله إن شاء الله انتهى وقت البرنامج سماح الشيخ وانا نلتقيكم إن شاء الله في مواضيع أخرى في هذا البرنامج شكرا لكم شاء الله. وبارك الله فيكم الله مرحبا نعم أحبة المشاهدين في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيف البرنامج سماحه الشيخ حسين النصراوي وشكر ايضا موصول لكم محبه المشاهدين تقبلوا تحياتي وتحيات هذا البرنامج انتقيكم في حلقه قادمه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا لكم سماحه الشيخ وبارك الله فيكم بلس.